مساء الخير لجميع الزملاء في المنتدى العربي الأوروبي للسينما والتلفزيون. أولا أنا سعيد بانضمامي إلى هذا المنتدى من لبنان، وسعيد بهذا التفاعل الذي نأمل جميعا أن يكون له مستقبل لمصلحة الفنون المسرحية والسينمائية في العالم العربي وفي أوروبا أيضا. ثانيا، بالنسبة لدوري في هذه الأمسية في هذا اللقاء، المطلوب أن نتحدث عن لمحة عامة عن الوضع المسرحي في لبنان باختصار شديد. يعني الوضع المسرحي في لبنان جيد ويكاد يكون جيد جدا، باستثناء بعض العقبات والصعوبات التي نعاني منها كمسرحيين. إنما إذا قارنا الوضع المسرحي في لبنان بالأوضاع المثيلة له في العالم العربي أو في العالم أجمع، فسوف نجد أن في لبنان نشاط مسرحي مهم، ونحن نشارك دائما في المهرجانات سواء العربية أو الدولية وخصوصا في أوروبا، ولدينا العديد من المسرحيين الذين يعني بات لهم شهرة واسعة في العالم العربي وفي أوروبا بشكل خاص، وهذا طبعا مصدر فخر لنا. ولكن هذا لا يعني أننا نعيش بحياة يعني بدون مشاكل أو حياة مسرحية طبعا يعني كما نشتهي أو كما نريد. بالحقيقة المشاكل التي نعاني منها هي غياب الدعم عن المسرح والمسرحيين في لبنان، ونكاد نكون البلد الوحيد في العالم العربي الذي لا يوجد فيه مسرح وطني، مسرح قومي، مسرح تابع للدولة. نحن في لبنان نعمل بالمجهود الفردي، المسرح اللبناني يعمل بالمجهود الفردي، ينتج أعماله المسرحية بمفرده بدون أي دعم، إلا دعم بسيط من وزارة الثقافة يعني يكاد يعني لا يكفي لإجراء البروفات. هذه المشكلة أعتقد هي المشكلة الأهم في حياتنا المسرحية، لأن لدينا الكتاب، لدينا المخرجين، لدينا ممثلين، لدينا سينوغرافيين، كل مقومات إنجاح العرض المسرحي موجودة لدينا، ينقصنا فقط المكان، ينقصنا فقط الخشبة. الخشبات اللبنانية والمسارح اللبنانية كلها مملوكة من القطاع الخاص، وبالتالي عندما نريد أن نعرض عمل مسرحي علينا أن ندفع المال والمال الكثير لكي نستأجر المسرح، فهذا يعيق تحركنا ويجعل بعض المسرحيين ينكفئون ويحبطون ويجعلهم لا يهتمون بالعمل بإنتاج الأعمال المسرحية مع أنهم قادرون على ذلك. الكثير منا طبعا لا يستسلم إلى هذا الواقع ويعمل بجهوده الفردية كما قلت وينتج أعمال مهمة، والحركة المسرحية في لبنان ناشطة والعروض يعني تتواتر، ويعني قد تجد في لبنان في نفس الأسبوع حوالي 4-5 عروض مسرحية، والجمهور يحب ويشجع المسرح ويدفع ثمن التذكرة إلى المسرح، مع أن الثمن غالي بسبب كلفة الإنتاج الغالية وخصوصا أجار المسارح. لذلك أعتقد أن الجهود الذي يجب أن نقوم بها حاليا هي أن نقنع الدولة ونقنع الجهات المانحة سواء في لبنان أو الخارج بأن لدينا هذه المشكلة ونحن بحاجة ماسة لكي نتحرك وتتحرك الدولة لكي يصبح لدينا مسرح وطني أو مسرح قومي، لأن ذلك سوف يجعلنا ننتج أعمال مسرحية بأقل كلفة ويشجع الجمهور إلى الدخول إلى المسرح أكثر، لأن كلفة الحضور وكلفة ثمن البطاقة سوف تكون أقل، وبذلك سوف تحل أكبر مشكلة
وسوف يكون لدينا حركة مسرحية فعلية أسوة بكل دول العالم المتحضر. ونحن نعتقد أننا من الدول النامية ولكن دولة يعني متحضرة نوعا ما، إضافة إلى بعض المشاكل الثانية والبسيطة يعني، ولكن لا أعتقد أنها مهمة لأن الأساس موجود لدينا. فقط أحصر المشكلة في المسرح اللبناني في هذا الإطار. أما المواضيع الثانية فنحن نتفاعل مع المحيط، مع الدول العربية، وموجودون في كافة الفعاليات العربية والحمد لله، في المهرجانات، في ورش العمل، في لجان التحكيم، موجودون وبقوة يعني، ولنا حضور وازن حتى في أوروبا. لدينا أسماء مهمة في لبنان تعرض أعمال لها في أوروبا بشكل دائم وبشكل يعني تقريبا دائما. لدينا مخرجين وأعمال مسرحية تعرض في أوروبا، في ألمانيا، في فرنسا، في إنجلترا، في كل المهرجانات الأوروبية، وهذا مصدر فخر لنا طبعا. يعني أكتفي بهذا القدر اليوم لأن هذه المشكلة الأساسية التي نعاني منها. وطبعا لنا لقاءات قادمة معكم في المنتدى، وأوجه التحية لكم فردا فردا، وشكرا على هذه الاستضافة.